بينا اصحابي ازيكم اصحابي جامدين النهارده. عايز اتكلم عن بان عشان تشوفوا ايه اللي حصل له يوم كارد. قبل ما انا كنتوا عارفين ان انا ما كملتش الحلقه للجزء السادس، عارفين ولا انتوا عايزين تفرقوا على الجزء الاول والجزء الثاني؟ خشوا عليها، وبارت 2 بارت 1 موجودين، بس يعني انتوا عايزين تفرقوا على كمان الجزء السابع. الجزء السابع موجود بس في صورة، هوريكم الصورة. يمكن انتوا عارفين الصورة بتاعها ولا انتوا عايزين تفرقوا عليها. بان هو اصلا مش بان مان على فكرة، بس مش انتوا عارفين بقى اللي هو اصلا اسمه فلومبو. الموضوع ده هو اسمه فلومبو، واحد اتقلق كده زي بان يعني، انتوا مش عارفينه عارفينه يعني، هو ده. واحنا عايزين نعرفه مين مزيف فيهم. اللي احنا عرفنا مزيف فيهم هيك يعني الصورة وراها كده يعني، هم حاطين ستيكر في بودين بان. يمكن بان حاطي ستيكر كده معرفش، يمكن يبقى ثيرست براذرز هم عملوا يعني. واهم حاجة ان صح نسينا اللايك، صح ادوسوا لايك عشان اقول لكم مين ده. ادوسوا لايك واشتراك وفعل الجرس عشان كل فيديوهاتي يوصل. قولوا لي ايه هيحصل في الجزء الثامن، ونشوف مين مزيف فيهم، ونشوف راي بان وراي فلومبو اصحابي جامدين. ومع السلامه اصحابي جامدين، واهم حاجه تنسوش اللايك وسبسكرايب وشير وكومنت، عشان تكتب كومنتات وعايزين تتكلموا اي على حاجه. واهم حاجه فعل الجرس عشان كل فيديوهاتي توصل. مع السلامه.